وصولي للنجاح ما كان سهل، واجهت تحديات مرة كثيرة، وكان لازم أوازن بين شغلي وحياتي للوصول لهذه اللحظة. بس إيش اللي يخليني أقدر أكمل؟ دايماً أخذ لحظتي مع فليك. كل طبقة رقيقة من الشوكولاتة تذكرني بإن حياتي كلها تجارب مختلفة، ولما أقدرها يومها أكتشف طعم جديد للحياة. تستحقين لحظة فليك.